لكن الدفع القويه اللي خدها في المباراه الاخيره ساعدته كمدير فني ان هو هدي خلاص الامور كلها كويسه، لعيبه كمان بقت خلاص مكسب حلو قوي، وصلت للنهائي والنهائي مع النادي الاهلي. طب احنا دايما بنتكلم على الجمهور، وفي مجهود كبير جدا معمول في النادي الاهلي لراحه الجماهير وان الجماهير تبقى موجوده، وفي يعني نظام في الفتره اللي فاتت بصراحه مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي عامل لهم شغل كويس في تنظيم، في اداء كويس. اكيد المباراه الكبيره دي فيها تنظيم اكتر وفيها كلام كتير. خلينا نروح سريعا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. مساء الخير يا فندم. يا استاذ ايهاب مساء الفل على حضرتك يا فندم. مساء الفل. تحياتي وتحياتي الكابتن علاء ميهوب. تحياتي ليك يا سياده العميد. يا كابتن علاء انا بعتذر، انت عارف انا بعتذر عن ايه يا كابتن علاء؟ بس غصب عني والله الدنيا خالص. حبيبي يا محمد. طبعا انت ما فيش شك انت اهم راجل في مصر طبعا. لا لا وعلى طول لكن لمده 48. لا لا على طول لا لا. انت المدير التنفيذي على طول يا محمد ان شاء الله. لكن هذه المباراه العالم كله عينه عليها، الناس كلها عايزه تروح، عايزه تحضر، جماهير النادي الاهلي العظيمه نفسكم كانت يبقى 80,000 متفرج، الاحداث اللي موجوده 70 80 مليون عايزين يروحوا، فطبعا دي ضغوط كبيره جدا. لكن رسالتك للجماهير وكلامك والنظام، ودايما معودنا في الفتره اللي فاتت ان في اسلوب جديد كده متبع في المباريات. بص الحمد لله، يعني طبعا اولا يعني اي حد ليه شرف ان هو بينتمي للنادي الاهلي، واي حد ليه شرف ان هو بيشتغل في النادي الاهلي، فالحمد لله رب العالمين. احنا بنحاول نعمل علينا بقدر الامكان، عايزين نرضي جمهورنا ونحافظ على حقوقه، عايزين نرضي اعضاء الجمعيه العموميه ونحافظ على حقوقها. تمام. بنحاول بقدر الامكان نعمل نظام، النظام في الاول بيبقى صعب، بس في الاخر ان شاء الله باذن الله لما يتعود عليه جمهورنا هيطمن. انا عايز اطمن جماهيرنا زي ما انت حضرتك قلت النهارده، لو احنا مصر كلها عايزه تحضر، سواء مصر او سواء اخواتنا في الوطن العربي، طبعا الدنيا كلها عايزه تيجي تساند النادي الاهلي في نهائي افريقيا. احنا ان شاء الله باذن الله رغم كل دوت ورغم ال 50,000 تذكره اللي موجوده ومنهم 41,000 تذكره فقط هم اللي مطروحين للبيع، كل الكلام اللي اتقال في الاول انا عايز اطمن جماهيرنا، احنا خصصنا الدرجه الثالثه بالكامل كلجنه مسؤوله عن التنظيم، خصصنا لجنه بالكامل للدرجه الثالثه بالكامل لجماهير النادي الاهلي اللي هي فئه ال 70 جنيه، وطبعا في تم الحجز عن طريق الاونلاين، وان شاء الله باذن الله باذن الله هيستلموا تذاكرهم بكره من مناف الثوري ان شاء الله، حجزوا من خلالها باذن الله. التذاكر المتبقيه هم 18,000 ونص تذكره المتبقيه هتتباع في منفذ اسكندريه ان شاء الله، هيفتح غدا الساعه 10 صباحا باذن الله في استاد اسكندريه، ليطرح فيه بقيه الدرجه الثالثه للجمهور اللي ما عرفش يحجز عن طريق الاونلاين، وده يعني سلبيه لرغبات جماهيرنا. داخل النادي الاهلي خصصناه لاعضاء الجمعيه العموميه ومنعنا فيه الدرجه الثالثه، بيبقى فيه جزء من الثانيه المتبقي اللي هو ما اتباعش عن طريق السيستم، وجزء من الدرجه الاولى. باقي التذاكر دي دعوات مقسمه على الاتحاد الافريقي، طبعا الاتحاد الافريقي جاي بكامل هيئته هيبقى موجود طبعا ان شاء الله باذن الله. في النهارده برضه نفس القصه، المراسم اللي هتبقى موجوده من الشخصيات اللي هتبقى موجوده عشان تساند النادي الاهلي، نفس الموضوع برضه سواء في المقصوره الرئيسيه او في المقصوره الاماميه، ولكن جماهيرنا الحقيقيين اللي هم فعلا كان نفسنا طبعا يبقى عدد زياده الدرجه الثالثه وزياده الدرجه الثانيه على قد ما نقدر، ولكن احنا متفقين الظروف اللي احنا فيها صعبه، والمباراه دي ال 50,000 ان شاء الله باذن الله يا رب يسلمهم جميعا ان شاء الله باذن الله. طبعا والعدد لما اتطرح في الاول يا سياده العميد واتقال 30 وعملتوا مجهود كبير وحصل تعاون كبير جدا من كل اجهزه الدوله عشان يبقى العدد الكبير ده موجود، ده كان حلم ان يحضر 50,000 في هذا التوقيت. تمام، وبرده ما زال في مفاوضات مع وزاره الداخليه، وان شاء الله باذن الله هيبقى في تعاون على اعلى مستوى. انا بطمن جمهورنا ما تخافوش، طالما ملتزمين ما حدش يقلق من حاجه ان شاء الله باذن الله، بس اهم حاجه الالتزام. نخلي بالنا مش عايزين تعصب بزياده، في ولاد انا عارف كويس قوي حبهم على الاهلي وتعصبهم للاهلي ده بيضر الجميع، ارجوكم خلينا كلنا بنشجع الاهلي التشجيع المثالي ان شاء الله باذن الله. تذاكر بكره هتكون واصله للناس كلها، لازم تنبه برضه استاذ ايهاب ان في ناس بتجيلي على السوشيال ميديا احنا بنشتري تذاكر سوق سودا، التذاكر لسه نازله النهارده، الدرجه الثالثه والله لسه ما خرجت من اسكندريه عشان بتتختم اسكندريه، وهتوصل ان شاء الله باذن الله النهارده، وبكره المنفذ هيفتح في اسكندريه، وشركه منافس ثوري استلمت الحجز عن طريق النت، استلموا الدرجه الثانيه واستلموا المقصوره واستلموا الاولى، ودي هتبقى معاهم ان شاء الله بيوزعوها على المنافذ، اما الدرجه الثالثه فهيستلموها النهارده الفجر باذن الله عشان نطمن ان تذاكرنا وصلت لكل جماهير النادي الاهلي باذن الله، والمتبقي زي ما بقول هيتباع في منفذ اسكندريه ان شاء الله باذن الله. الرساله واضحه ومظبوطه. كابتن علاء برضه عايز استفسر يا سياده العميد، انا هخلص واكلمك. ها
ما هرد على حضرتك المره دي. بقول لك ايه يا استاذ عميد، انا عايز اقول لك حاجه. لا والله خلي بالك بس، عشان احنا دفعنا كتير في الفئات الثانيه، انت مش جايب لنا ثالثه خالص. ما احنا برضو الجمهور، ما احنا جمهور برضو لازم تقول لهم عشان لا، ولكن احنا بنراعي الكلام دوت، ولازم يبقوا عارفين كويس قوي ان كل الناس اللي راحت المباراه فعلا دفعت فلوسها واشترت. احنا مانعين الدعوات خالص، الدعوات اللي رايحه حتى اعضاء مجلس الاداره لو عايزين تذاكر بيشتروا التذاكر. مظبوط. كل ده مش عشان حاجه، احنا بنعمل سواسيه للناس كلها. انا مش عايز اتكلم فيما سبق، احنا بنحاول نعمل نظام، بنحاول يبقى اللي يخش الاستاد دوت يبقى معاه تذكرته في ايده. ده كل ده عشان حلم الاهلي لما يتحقق استاد النادي الاهلي، يبقى الناس وجمهور النادي الاهلي عارفين قيمه النادي الاهلي، بيخش يحافظ على كرسيه، بيخش يحافظ على الاستاد. ان شاء الله برضه انا هكلمك بعد ما اخلص مع هات. لا انا عايز اقول لك حاجه والله. لا بجد، لا استنى، لا احنا مش هنكلمك يا سياده العميد، هيطلع من هنا عليك على طول سياده العميد. لا انا عايز اقول لك حاجه بجد، وحياه ربنا مجهود خرافي. اسمع بقى الكابتن علاء. لا مجهود خرافي بجد وحياه ربنا. هي ثالثه برضو اخرك اتنين ثالثه يا كابتن. لا مش انا خالص، مش هتذاكر. لا والله بجد مجهود مش طبيعي. مفيش ثالثه اخرك اتنين اولى يا كابتن. انا كنت معاه امبارح. لا بجد يعني مجهود يشكر عليه، وكل اللجنه عامله مجهود ممتاز. سياده العميد بجد في كل حاجه على فكره. يعني الراجل لا لما يبقى الكلام على 30,000 وبعدين يوصل ل 50 والنهارده يفاجئك عليه ويقول لك برضه بنعمل محاولات تاني. لا انا ما بتكلمش طبعا، دي حاجه برضه موضوع المباراه. انا بتكلم هو ك ك ك ك كشغل سياده العميد وكده، حاجه ممتازه. هم تذكرتين بس يا كابتن علاء في الاخر، مش عارف خلاص. انا ما بعرفش اطبل عشان حاجه، هي كلمه ماشي. حق لازم تتقال يا سياده العميد. يبقى اربعه معلش. لا والله كلمه حق لازم تتقال. ده الراجل ده بصراحه كل التقدير ليه وحياه ربنا، حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه، وده واحد من ولاد النادي الاهلي، كل احترام وكل التقدير ليه بجد. طبعا دي شهاده كبيره جدا جدا من نجم النجوم يعني النادي الاهلي. وبعدين حاله التجاوب بقت عند الجمهور معاك برضو يعني ماشيه بشكل كويس يا ست العميد. الحمد لله والله، لان احنا جمهورنا عنده اما طالما في مصداقيه، واحنا جربنا الكلام ده قبل كده، طالما في مصداقيه وبتتواصل معاهم فعلا من قلبك، هم جماهير النادي الاهلي بيحسوا كويس قوي مين اللي بيتعب للنادي الاهلي زي ما هم بيتعبوا وزي ما احنا بنتعب عشان خاطرهم. فان شاء الله باذن الله هتبقى مباراه قويه، مباراه هتغير فكر ناس كتير. لازم هم يبقوا عارفين كويس قوي اللي في ناس كتير مغيره الشكل العام. لا احنا عشان خاطر النادي الاهلي عارفين كويس جمهورنا شكله عامل ازاي، وعارفين كويس وعيهم، وعارفين كويس حبهم للنادي، ولكن بنقول بلاش تعصب، خلينا النهارده نبقى في حته ثانيه خالص غير اي حد ثاني. زي ما النادي الاهلي ماشي زي ما هو، احنا بينا في مكان ثاني خالص. لازم جمهورنا برضو يبقى معانا، لانه اللاعب رقم واحد بالنسبه لنا. طبعا جمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا. وفي حته ثانيه برضو، في حاجه مهمه جدا عايز اقولها لكم، اللي احنا منتظرين. احنا قلنا هنعمل استقبال على لائق لاشقاء التوانسه وفريق الترجي، كان هم مدينا معاد الطياره الساعه 4 لغايه وقتنا هذا لسه ما وصلتش، واول ما توصل ان شاء الله. هي طياره خاصه يا فندم، وكان المفروض توصل حتى 7 اخر ميعاد، لسه ما وصلتش برضه. لسه ما وصلتش، وانا طمني كابتن سمير عدلي، وفي سياده اللواء الفيشاوي موجود هناك، في سياده اللواء عماد فوزي موجود هناك، في الاداريين موجودين هناك عشان خاطر نستقبلهم الاستقبال اللائق ان شاء الله، ويكون استقبالنا بالمثل، واحنا متاكدين من هذا الكلام. طبعا حتى الجماهير التوانسه احنا خصصنا لهم الدرجه الاولى، ممتاز ليهم عشان خاطر برضو جماهير النادي الاهلي. احنا متاكدين باذن الله اما هيروحوا تونس ان شاء الله هنعامل بنفس المعامله، هي الرياضه اللي احنا عايزينها، مكسب ان شاء الله باذن الله، ولكن باذن الله يبقى بدون تعصب وفي روح رياضيه بالنسبه للناس كلها ان شاء الله. اشكرك سياده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وكلام مهم يا كابتن علاء، كلام مهم جدا.